ولا تزال الاكتشافات تتوالى اكتشاف تلو الآخر. من أسبوعين تقريباً اتكلمنا عن فريق مصري تابع لجامعة المنصورة اكتشف حفرية لأكبر حوت مائي بيرجع ل 41 مليون سنة. النهاردة الفريق المصري أعلن عن اكتشافه لورقة شجر من عصر الديناصورات في منطقة منخفض الواحات البحرية، ويمكن الصورة واضحة أمام حضراتكم لهذا الاكتشاف. للمزيد طبعا بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة. دكتور هشام أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا سيدي. أهلا بحضرتك. أهلا بالسادة المشاهدين. ولا تزال الاكتشافات تتوالى. والله يعني إيه الجديد بقى النهارده؟ فعلا إحنا الآن في بعثة استكشافية يعني في منخفض الواحات البحرية. هي يعني البعثة مكونة لأول مرة من شباب باحثين دكتوراه وماجستير، وأيضا طلاب من التعليم ما قبل الجامعي، ليخوضوا معنا أول تجربة في حياتهم في استكشاف كنوز مصر الدفينة في صحرائها. ومن ضمنها برضو يعني بنات وأولاد، فمزيج من الشباب المصري يعني الجميل معانا في الرحلة الاكتشافية. احنا بقالنا دلوقتي حوالي 4 أيام نجوب صحراء مصر الغربية بحثا عن تحديدا شغالين في صخور اللي شهدت عصور الديناصورات المصرية، واللي هي أشهرهم اللي موجود في الواحات البحرية اللي أنتجت أشرس وأضخم ديناصور آكل اللحوم وعلى مستوى العالم، سبينوسوروس إيجيبتاكوس، وتاني أضخم ديناصور آكل نباتي البارالا تيتان سترومري. فإحنا فعلا في واحة الديناصورات. لكن المرة دي يعني قابلنا حاجات لأول مرة نلاقيها بشكل جميل وواضح زي ما حضراتكم شايفين في الصور. واللي لقاها شباب صغير، يعني كريم اللي في الصورة ده أمامكم في تانية إعدادي، أول مرة يجي معانا رحلة استكشافية. كريم تانية إعدادي، هو تاني، معلش النقطة دي مهمة جدا يا دكتور. ده كريم معانا على الشاشة، هو دي صورته. أيوه ده تانية إعدادي. تانية إعدادي هو إيه؟ هو في تانية إعدادي، واللي معاه دلوقتي دي ورقة من أوراق الشجر اللي كانت يعني نقدر نقول طعام للديناصورات أكلة النباتات من حوالي 98 مليون سنة. وفي المنطقة دي إحنا أعلننا قبل كده من سنتين اكتشاف حفرية لديناصور هابيل القاتل اللي نشر في أحد الدوريات العلمية المرموقة، وكان المؤلف الرئيسي هو الدكتور بلال سالم من جامعة بنها وعضو فريق سلام في مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية. لحظة أنا آسف يا دكتور، بس عشان الصورة اللي معانا في عملة جنيه، هو دي عشان نسبة الحجم يعني؟ بالظبط كده، نسبة وتناسب نسبة الحجم نسبة الحجم ونسبة ونسبة برضو الهوية المصرية. عادة احنا يعني بيكون معانا عملات مصرية عشان نقول ان الحفرية دي جاية من مصر، وساعات برضو بنقلب الحفرية ويكون فيها مثلا رمسيس او اي نفرتيتي، اي اشكال من الملوك مصر القديمة. يعني ده عرف في الاكتشافات. ده عرف في الاكتشافات دكتور هشام؟ نعم، ده عرف بتتبعوه في الاكتشافات، هو ربط دايما كده. حتى احنا كنا في 2021 اكتشفنا سمكة القمر، احد اعظم الاكتشافات برضو لينا، واللي نشرناها في مجلة الجيولوجي، اكبر مجلة في الجيولوجيا، نمبر 1 يعني. حطينا صورة الملكة نفرتيتي على النص جنيه، اللي هي يعني كانت رمز للاكتشاف، وفي نفس الوقت بتدي السكيل او حجم الحفرية قد ايه كنسبة وتناسب. ده هيرجعني للاكتشاف اللي من اسبوعين، اكبر حوت مائي كان اسمه توت سيتاس. هو توت سيتاس هو اقدم حوت كامل المعيشة في الماء،
يتم اكتشافه من أفريقيا عن عمر 41 مليون سنة، تمام. وده يعتبر يعني الحلقة اللي بعد مباشرة البرمائية. المرحلة بتاعة البرمائية على البرمائية. طول، اللي سجلنا برضو في 21 برضو قبل التوتسيتس كان عندنا الفيوم سيتس الحوت البرمائي اللي برضو تم تسجيله في سنة 2021. طيب سريعا دكتور هشام، في نقطة يعني منخفض الواحات البحرية والديناصورات، عايزين بس نوضح للمشاهدين ايه علاقة المكان ده تحديدا بمسألة الديناصورات وكمان ورق الشجر. تمام، هو احنا عندنا طبعا بالنسبة للمنخفضات هي عبارة عن حفرة في القشرة الأرضية، فكلما زادت الحفرة عمقا كلما زاد قدم الصخور اللي موجوده فيها. فطبعا منخفض الواحات البحريه هو يعني صخور العصر السنوماني او العصر الطباشيري العلوي اللي بتسجل حوالي من 95 ل 100 مليون سنه. اما منخفض الفيوم فده اللي هو يعني اقل عمقا، فعشان كده بيجيب صخور احدث نسبيا ما يكونش فيها ديناصورات، لان الديناصورات انتهت من او انقرضت من المعروف عنها ما انقرض عنها من 66 مليون سنه. اما منخفض الواحات البحريه فهو اكثر عمقا زي ما انا قلت لحضرتك، فبيجيب صخور اللي عايش فيها الديناصورات المصريه من اكثر من 95 مليون سنه. اما ورق الاشجار فطبعا هو كانت هي غابه استوائيه كبيره ضخمه عليه يعني على حواف شواطئ البحر الابيض المتوسط القديم اللي كان مغطي تقريبا نص مصر في الوقت دون. اما كان البر عند الواحات البحريه وكان عايش فيها ديناصورات اكله اللحوم واكله العشب، ودي ورق الاشجار ده من ضمن النباتات اللي كانت عايشه في الوقت ده. لكن دي كان اول اعتقد اول اكتشاف مهم يشارك فيه اطفال او طلبه ما قبل التعليم الجامعي. احنا طبعا في سلام لاب دايما بندعم الرحلات الاستكشافيه باطفال او شباب صغير يعني عندهم شغف، بيقعدوا معانا في المركز الاول ممكن في فتره الصيف، ودي كمكافاه ليهم ان هم يطلعوا معانا رحله استكشافيه حقيقيه ويخوضوا التجربه اللي كانوا بيسمعوا عنها في المعمل. احنا بنحييك يا دكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة، وبنتمنى لك مزيد من الاكتشافات والنجاحات.